سمية هاشي سمية اسمعي ها حنا كنعيشو كاملين في هاد الحياة، هما خوت أربعة الخوت، عندهم نزاع مع عندهم نزاع مع مع بعضياتهم على الورث، أي إنسان عنده نزاع على الورث، بحال كل عائلة، كل عائلات عندهم نزاع على الورث، هاد السيد هاد السيد هذا وصلوا مشاو الابتدائية مشاو للاستئناف مشاو لكل شيء، أنا كنتوقع أنا حتى كيعيطوا عليا قال لي راه قتل باك أخوك. هادشي اللي كنسمع. كيفاش لقيتوا الخبر؟ الخبر عيطوا عليا خويا في التليفون قالوا لي ربك اخوك راه قتل عمك وقتلت مرته. قال لك قتل مرته هي الاولى وداز قتل الواليد وتعرض للدري خويا جاي من فيني كان في القهوه كيتقهوى جاي ضربوه واقيلا يمكن لا ضربوه هنا في الطريق حدا البير. هادشي اللي سمعت. وهادشي فيتين يعني النزاعات لا عندهم نزاعات على البلاد ما مضاربين ما والو واصلين للمخزن بيناتهم الشرع بيناتهم المخزن. واخويا ما نقدرش نقول لك الاسباب انا واش الورث ولا غير الورث والله ما عارف. انتوما كعائله ما عمر السيد وهما مهدوا هو مهدوا فايت مهدوا هو قال لي راه في انا قتلك. وهاد السيد عمي اللي قتل فيس انا ملصق فيا مرته الاولى اللي مطلقه. كيفاش لصقها فيا؟ بالله انا راني تنخونها انا طايح مع مرته هذاك مريض نفساني يا صاح راه ما يمكنش اصاحبي راه الام ديالنا هذيك المراه ديالو. انتم كابرين جميعا انا كابرين 35 راه كامله وحده كوكوط وحده سياره وحده عائله وحده راه ما يمكنش اصاحبي حنا نديروا هادشي. كاينين عندهم هما ثلاثه خوت هما ثلاثه عندهم خماسيات بثلاثه شراوهم مؤخرا واش مرخصين ولا ما مرخصينش الله اعلم كيصيدوا بهم ولا شو واش يديروا بهم ما علم راه بقى الصيد هذا راه ولا تيقتلوا بنادم هادشي اللي عطاني سيدو الجندار سيد اخويا انا ابويا باقي ما شفتوش لحد الان انا ما عرفتوش فين كاين قال لك راه داو الجندار من سطات انا غنتبعو غدا نجيبوه من سطات حنا ما عندناش علاقه حنا بالورث حنا عائله هكا هما ولادهم هما خوتي بناتهم خوتي حنا بعدا ما واخدينش من عند بعضياتنا باش نقول لك حنا خوت كابرين في دار وحده ما عندناش علاقه حنا ما عندناش مشاكل ديالهم هما مشاكل ديال الورث بينات هذاك السيد كيفاش قتل خويا وابويا الله اعلم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.